سيدات والسادة المشاهدين، مساء الخير. مساء الخير سيادة الرئيس. نشكر لكم في البدء هذه الاستضافة الكريمة لي أنا محمد بغالي مدير عام الإذاعة الوطنية، ولزميل عبد الوهاب جاكون مدير صحيفة لا نوفيل ريبوبليك، استضافة سنحاول من خلالها تمكينكم من الرد على مجموعة من التساؤلات التي تشغل الرأي العام ليس فقط المحلي ولكن الدولي أيضا تشغل هذه الأيام. إذن وقبل أن نبدأ امتحان الأسئلة والأجوبة، لكم كلمة البدء سيادة الرئيس فتفضلوا. خلي السي جاكون يتفضل. فقط أنا بدي أقول شيء على حول هذه اللقاءات، أنه في اللقاء ولا بعد اللقاء مع قبل الأخير الذي شارك فيه سي بوعتي وأنا شخصيا، كانت بعض الانتقادات من الزملاء، قالوا لنا باللي يعني الأسئلة كانت لينا، يعني ما كانش يعني يتحرج. إذن رانا نقول لك اليوم أنا وسي بغالي رانا جينا متحرشين. أنا ماذا بيا، لأن اللقاء هذا ما هوش لقاء في حد ذاته، هو في فترة من الفترات لازم الإنسان يخلي المواطن مطالع على ما يجري في البلاد وفي الوطن وفي خارج الوطن، ولذا ما فيش طابو، فيش طابوهات بالنسبة ل كما حرار طرحوا الاسئله اللي تجيكم في البال. هذه اللقاءات انا بالنسبه لي هي لقاءات مع المواطن. اكيد. لان المواطن ينتظرها، يراقبها، يتابعها. لماذا؟ يحب يفهم كيفاش رئيس الجمهوريه يتحسس لمشاكله، لانشغالاته، لمعاناته، ولا سيما في هذا الظرف العسير تاع الكوفيد. أنا أول سؤال لي هو يتعلق بالحكومة. بعد المصادقة على الدستور الجديد كنا ننتظر حكومة جديدة على الأقل تغيير جذري، ولكن شفنا أنه فيه أكثر من 33 وزير تم الإعادة نتاعهم، وربما عدد الوزراء المتحزبين قليل. هل لأن سؤال كما يطرح، هل الأسماء اللي تقدمت من طرف الأحزاب بدون أن نمس قيمة أي إنسان ولا شعور أي إنسان ربما ما لباتش رغباتك، وإلا فيه اعتبارات أخرى لي على أساسها اخترت هذه التركيبة، هذه التشكيلة؟ كذلك لماذا وزير أول وفي نفس الوقت وزير المالية؟ أن هذه ظاهرة نادرة في الجمهورية الجزائرية. ما شاكر لك صراحة في السؤال. هو أولا التغيير ما نقومش به من أجل التغيير، تغيير لما الضرورة تقتضي تغيير إطارات من منصب إلى منصب ولا تحويلهم من منصب إلى منصب. الشيء الإيجابي في الاستمرارية هو أن بعض الوزراء اللي أعيدت الثقة فيهم من جديد كانوا بدأوا في مشاريع اللي انطلقنا فيها، مشاريع تهم رئيس الجمهورية، تهم الوطن. ما حبيتش باش يمشوا ويجوا ناس أخرين ربما يعاودوا ينطلقوا من الصفر. والمشكل الأساس بالنسبة لبلادنا منذ أجيال وأجيال حكومات وحكومات هو أن كل من يجي يعاود يرجع العداد للصفر، كونتيرا زيرو. دونك وقطاعات حساسة منها التعليم العالي، منها الصحة، منها يعني ما بيناتهم فيها تاع الرقمنة، فيها تاع. إذن كان مشروعهم انطلق مش بالضرورة باش نعاودون بون با كاسي ليلا كما يقولوا، خليهم يتموا العمل تاعهم والسنة تاعهم. يعني الست شهور ولا سبع شهور اللي داروها في قبل التعديل كان يعني كانت مقبولة، ما فيش. وباش تقيم إطار يعطيه الوقت سنة بالأقل. هي البوادر اللي أولية هو أنهم قادرين يسيروا القطاعات هذيك بدون الناس اللي تغيروا لأن ربما ما كانت فيه نتيجة، ولا ربما
أي قريب نصف الحكومة، مش نصف كامل ولكن نصف الحكومة، اقتراحات من الأحزاب. الأحزاب تقترح، حنا نختار ما بين الاقتراحات نتاعهم، هذا هو. إذن أعتقد أن فيه توازن بالنسبة للحكومة الحالية، ونتمنى باش تكون فيه نتائج قبل كل شيء. والتغيير من سنة الحياة الحكومية السياسية، وما هوش مناصب يعني اللي دائما لو دامت لغيري لما وصلت إليه. إن شاء الله تكون نتيجة. احنا ربما مثل ما تفضلت ما بين الجلسة الأخيرة مع الصحافة، اللقاء الأخير مع الصحافة، واليوم طولنا نوعا ما، كانت فيه التزامات، كانت فيه ظروف، كانت فيها. ولما تلتقي بالجمهور من غيرك، من خلالكم، قيم المواطنين من خلالكم، باش يكون فيه جديد، باش يكون فيه على حسب الأوضاع المستجدة. هذا علاش جات في وقتها. وزير أول ووزير آخر، وزير أول ووزير بعدي. وزير أول أولا لاحظتوا فيه تسلسل في المناصب اللي خداها. كان في البنك المركزي قبل كل شيء، وعلى هذا الأساس اللي ترقى إلى وزير المالية، لأن أدرى بلوالين كان جوفرنر، أدرى بالحالة المالية بالأخص ما يخص العلاقات الخارجية، المالية الخارجية إلى آخره. هذاك ترقى إلى منصب وزير المالية. اليوم باش تجيب وزير مالية اللي ما درسش الوضعية بدقة، ولازمو 6 شهور 7 شهور، يعني صبحوا مضيعين الوقت في القرار، لأن في قرارات يومية فيما يخص المالية، وربما في أسئلة نتاعكم تتعلق بالتسيير المالي. لازم الإنسان يكون بدراية بدقة الوضع المالي والقوانين المالية وتحضير القانون المالية اللي يتماشى كذلك مع البنك المركزي ووزارة المالية. على ذكر المالية، إذا كان سمحت عبد الوهاب، في مجلس الوزراء الأخير سيد الرئيس تكلمت مطولا على الوضعية الاقتصادية تاع البلاد، وبدأ من كلامكم أنه أنت متفائل جدا بعودة الاقتصاد الوطني إلى الانتعاش. ما هي المؤشرات التي تدفعكم إلى التفاؤل؟ وحقيقة أول مؤشر يكون ملاحظة كل المواطنين يلاحظوا، حتى المراقبين الدوليين بما فيهم المراقبين المختصين، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، يعني فيه تحسن يومي بالنسبة للوضع نتاعنا. الوضع احنا مرينا تقريبا أكثر من ما يقارب سنتين، الأسعار تاع النفط منخفضة، الكوفيد، بعض الورشات تغلقت، ولكن لحد الآن وما اعتقدش راني صرحت بها، ما مشيناش للاستدانة، مشيناش للاستدانة، لأن الاقتصاد نتاعنا بدا يتجاوب مع الوضعية. وعلى حسب الأرقام الأخيرة اللي مازال ربما نزيد من على شهر ولا فيني هاد لي شيف، رانا في وصلنا النمو يساوي 3.8%. ندخل في النمو خلاص معناه فيه انتعاش تاع الاقتصاد، فيه كذلك استثمار من جديد. البنوك الشيء اللي اعطته كقروض وملفات اللي مقبوله من طرف البنوك تاعنا ما يقارب 1600 مليار دينار، يعني فيه حركيه. شوفوا يوميا حتى بالنسبه للشباب، الشركات الناشئه، الشركات هذه فيه نوع من الانتعاش نتاع ارقام التصدير. ايضا سيد الرئيس، التصدير عندنا ماشي مش التصدير، عندنا المخزون تاعنا، الاحتياط النقدي تاعنا، احتياط من العمله الصعبه، رغم كل ما قيل وقيل وقيل على العثره نتاع الجزائر في حدوا لها اجال. الحمد لله، الحمد لله، بالعكس دخلنا دروك في مرحله تصاعديه، ندوروا حول 44 مليار دولار احتياط صرف.
ونستورد كل حاجيات البلاد. يعني ناخذ المثال تاع الكوفيد، رانا فيما يقارب 3 مليار بين مصاريف الداخليه والاستيراد، التلقيح والعتاد والى اخره، بريد 3 مليار ما يقارب 3 مليار دولار. والصحه الماليه تاعنا ما زالت هي هي الحمد لله. فيه مؤشر نعتز به غير كافي، ولكن بدايه شيء ايجابي ماشي له ان شاء الله. لاول مره ما يقارب 25 سنه تجاوزنا الخط نتاع مليار و850 مليون دولار تصدير خارج محروقات، رانا ندورو حول مليارين و100 مليون دولار تقريبا. يعني من نهايه السنه هذه السداسي الاول، من نهايه السنه انا متفائل باش نوصلوا ان شاء الله الى ما اتفقنا عليه ما بين 4-5 مليار دولار خارج المحروقات، تما نكونوا انطلقنا انطلاقه اخرى ان شاء الله. هو حقا في اخر اجتماع لمجلس الوزراء تكلمت على الوضعيه الماليه تاع البلد، وقلت باللي الحمد لله راهي معقوله، ولكن بعض الخبراء يقول لك الكوفيد لا له اثر لا محال على الاقتصاد. يعني ما هما الاجراءات اللي قمتم بها باش توصل لهذه النتيجه؟ الاجراءات اللي خديناها من اول وهله في مساعده المواطن، سواء كان مقاول او مواطن بسيط او عامل في قطاع حساس الى اخره، هي المساعدات نتاع الخزينه. طلقنا منها من اول وهله، طلقنا اولا بالنسبه للمواطن البسيط، تحملنا معاه نوع من العبء تاع الناس اللي فقدوا المناصب تاعهم، بالاخص انا ذاك تتذكروا كان الحلاق والرصاص والبلومبيي وهذه وهذه، اعطيناهم منحه شهريه ما تكفيهمش ربما، ولكن تصون كرامتهم نوعا ما. بالنسبه لسائقي سياره الاجره، بالنسبه لعده قطاعات اعطيناهم. بالنسبه للمقاولين اولا تحملنا احنا النصف نتاع العمال اللي سرحوهم، نقصت عليهم من تأثير في المرتبات تاع العمال. ثانيا اجلنا لهم، اعطيناهم ميساره فيما يخص دفع الضرائب نتاعهم، تسهيلات فيما يخص الاستدانه مع البنوك الى اخره. كل هذه اعطت نتيجه، رغم اننا نعرف باللي في كثير من الظروف، ونقول قدر نستطيع ان اقول ان في اغلب الظروف وحدات الانتاج ما تغلقتش، باقيه سايره، باقيه ماشيه، باقيه في والاستيراد. سياده الرئيس الاستيراد ما وقفناش، يعني اسكن فيه ترشيد فيه، يعني الاستيراد لحد الان يوميا بالتقريب البنك المركزي وزير الماليه اللي هو الان الوزير الاول، انا كذلك شخصيا بالاقل مرتين في الاسبوع نطلع على الوضع اللي انا فيه. لازم نقتصد بالنسبة للمصاريف اللي تكلفنا في الخارج بدون ما نخلق أي نقص بالنسبة للمواطن، ما يشعر بحتى نقص. ارتفاع السعر يعني تاع البترول هل راح يكون له تأثير يعني؟ ومرحبا به. على كل حال إلا كان وجدنا، ما نقولش وجدنا الضالة تاعنا، ولكن إلا كان تجاوزنا المرحلة الصعبة اللي وصل أقل من 30 دولار وقت فات، يعني اليوم نوصل ربما احسن. وفي احتياط، بدينا في احتياط على حساب اخر معلومه، لان اسبوعيا البنك المركزي يعطينا المعلومات اللازمه في التسيير. اعتقد ان ممكن الاحتياط تاعنا يطلع ان شاء الله، ان شاء الله الاحتياط تاعنا يطلع بالنسبه من نهايه السنه. الى بقى السعر كما راه، والى كان بقى ترشيد في النفقات كما راه، كل حال ترشيد نتاع النفقات ما يمسش الاساسيات نتاع المواطن. لكن لازم نستورد جزء من الحبوب، لكن لازم نستورد الالات الانتاج، لكن نستورد فيه مصانع باش تنطلق ويستوردوا العتاد نتاعهم الى اخره، ما كان حتى مانع. مهم
مستقبلا ما فيهش عملة صحبة لا ما فيهش إنتاجية ما فيهش إنتاج. مش أنت تقرر باش دير مصنع لما في حتى مردودية بالنسبة للاقتصاد الوطني ما عدا الاستيراد وتفرض عليه باش نغطي الاستيراد نتاعك بالعملة الصعبة. لازم الاستثمار يدخل في إطار التنمية الاقتصادية الحقيقية فعالة بالنسبة له ويكون خلاق للشغل إلى آخره مناصب شغل. ربما بالنسبة للشباب تاعنا لازم نصيب حلول أخرى لأن 3.8% ما هيش كافية لخلق مناصب شغل لتغطي على البطالة اللي معروف يعني لما ينقص الاستثمار والبطالة ترتفع نوعا ما. ولكن باش نصيبوا حل ربما لو طرحتوا سؤال من بعد في مهدلك نعطيكم يعني البريمير راك شوقنا سيد رئيس على ملف البطالة وخاصة في بعض مناطق الوطن صار يعني صار ريجيست كوميرس يستعملوا بعض الأطراف لتحقيق أهداف سياسوية مع الأسف الشديد. يعني بعض التحركات صارت حتى أنها تهدد الأمن الوطني. يعني وش تقولوا لهؤلاء الشباب اللي العدد تاعهم يعني فعلا ماهوش كبير ولكن موجودين وش تقولوا لهم حتى تطمئنوهم وحتى نقطع الطريق أو تقطعون الطريق أمام هذه النفوس المريضة التي لا تريد خيرا بالوطن والمواطنين؟ مش كل شباب عارفين باللي التجنيد نتاعنا أقصى تجنيد من أجلهم من البداية مش من اليوم. وبالأخص أنا حتى في الحملة الانتخابية نتاعي أساسي كان الشباب والمجتمع المدني. إذن الحمد لله اليوم ما فيش علامات فقر مثل ما هو موجود في المحيط نتاعنا الجغرافي الإفريقي ولا كذا. ولكن احنا نتمنى باش نخلق مناصب شغل حقيقية في انتظار ما الاقتصاد نتاعنا ينطلق انطلاقة قوية باش يمتص كل البطالة في الجنوب ولا في غير الجنوب. احنا اليوم مفروض علينا التكفل بالشباب باش ما يضيعوش باش ما يستعملوهمش سياسيا او سياسويا. وهذا الكلام كنت نقوله حتى في الحملة الانتخابية تاعي. نعرف البلادي حقيقة فرص الاستثمار في الجنوب قليلة واغلب الاستثمار اللي موجود في الجنوب من طرف الدولة هي اللي استثمرت. تنمية اليوم تقتضي باش القطاع الخاص هو اللي يستثمر هو اللي يحاول يخلق ثروة مرافقة من طرف الدولة من طرف الخزينة من طرف كذا. مادام ما انطلقتش هذه المبادرات في بعض النواحي قررنا ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على أساس نرفع قيمة المنحة نتاع البطالة. هذا سكوب ان شاء الله سيد الرئيس ان شاء الله. احنا المهم صنة كرامة الشاب الجزائري وما يخلي حتى واحد يستعملوه سياسويا. احنا عارفين باللي فيه كثير من بعض تصرفات اجتماعية أصل الظاهر اجتماعية ولكن في الواقع هو تجنيد من طرف وناس ما يوقفوش لان مصالحهم مشات. المال الفاسد قضينا عليه سياسيا ورانا نزيدوا نقضيوا عليه وكذا. نقول الشباب تاعنا حذاري حذاري حذاري. هذا ما كان الدوله راه هنا باش تكفل بكم. احنا ماناش عايشين في كوكب اخر. تواجدنا من اجل المواطن وبالاخص المواطن الشاب لان الجزائر بلد شاب. سيد الرئيس بما انكم تكلمتم عن الاستثمار هل يمكننا نعرف المبلغ تخصص في الاونه الاخيره لهذا الغرض؟ وكذلك الكثير يعني من المتعاملين الاقتصاديين ينتظروا في القانون الجديد للاستثمار لان الاستثمار كما قلت هو عامل للقضاء على ظاهره البطاله. هو توعدنا مع المقاولين سواء وطنيين ولا اجانب. اولا الشيء اللي كان يمتاز به
القوانين الاستثمار تاعنا كانت قوانين ما اعترفش الدوام في الوقت قصيرة تتغير ونعرف رأس المال خواف يعني يستثمر على أساس قانون أثناء إنجاز الاستثمار تاعو يجي قانون آخر. أنا فرضت على كل الإطارات اللي يهمها قانون الاستثمار أن القوانين لازم الدوام تاعها يكون بالأقل 10 سنوات من قبل حتى تغيير، وبالأخص تغيير اللي ما يكونش في صالح المستثمر. هذا الحاجة الأولى. ثانيا مرارا وتكرارا طلبت من المواطنين المستثمرين عندهم قدرات باش يستثمروا سواء شباب ولا 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 كهول، البنوك مفتوحة. لحد الآن الأرقام الأخيرة اللي جاتني من وزارة المالية ومن البنوك أن ما يقارب من 1665 مليار دينار مسخرة إلى يومنا هذا، وما زال نزيدوا. احنا يعني معناها فيه جهد، يعني فيه جهد في نوصلوا حتى 3 ملايير ونصف لتكون في متناول، ولكن إيه لازم تاني هما المستثمر ما لازموش يدخل بزاف في السياسة، اجتماعات وسياسة. تفضل تفضل، البلاد عذراء بالتقريب في بعض القطاعات لازم الاستثمار. تفضل، أنا قلت سبق لي وقلتها أمام مقاولين لما كان لي الشرف واجتمعت معهم أن التخوف اللي كان عندهم ما بقاش. احنا اليوم قلنا اللي باش يستثمر في الثروة الوطنية وفي تحويل الثروة الوطنية البنوك نتاعنا مستعدة تحمل 90% من قيمة المشروع كسلفية. إذا مش بغيت أكثر من هذا، فيش قوانين ربما جريئة نتاع قديمة ندرسوها مع بعض، ولكن لازمني هذه ولازمني هذه ولازمني هذه ولازمني هذه. أنا نشوف في شباب اليوم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة راهم ينطلقوا بسهولة، هذا انطلق في الجبن، هذا انطلق في هذا، هذا انطلق في الكهرباء، هذا انطلق. هذه هي الحركية. ودائما كنتم تركزون على الصناعة التحويلية، يعني كل مرة يعني الصناعة التحويلية، لأن أنا شخصيا أعوذ بالله من قلت أنا معرفتي للقطاع، أنا ضد أي مشروع اللي يخليني راهين الأجنبي فيما يخص العملة الصعبة. تدير مصنع ما عنده حتى شيء وطني ما عدا الأرض، العتاد من ثم والدراسة، العتاد أجنبي والدراسة أجنبية والمواد الأولية أجنبية. يعني مادام مصنع مفتوح وانا نصرف في العمله الصعبه باش نجيب لك المواد الاوليه وباش تصدر الى قدرت تصدر، لان في بعض القطاعات التصدير تاعها مش سهل، لان فيه ناس اخرين اللي داخلين في السوق الدوليه، دول عظمى كما الصين كما دول أوروبية دول عربية اللي ربما اليد العاملة نتاعها وما تكلفش كتير إلى آخره، دول إفريقية. إذا كان التصدير ما هوش مضمون، علاش تمشي تستثمر باش تصدر؟ ولا بينا نشدوا العملة تاعنا. ولكن لما تكون تحويل يعني معناه المواد اللي ضايعة تحولها إلى ثروة، وعدد اللي عندنا نتاع المناجم وعدد اللي عندنا نتاع الثروه الفلاحيه والثروه الغابيه انا ذكرتها مرارا. نعم علينا ربي بغطاء نباتي في الهضاب العليا، تقريبا كل الهضاب العليا مغطيه بالحلفه. الحلفه ماده اوليه اليوم اللي يعني عندها قيمه لا تقدر منتوجات يعني كوزميتيك، كل شيء في تغذية الأنعام، في صناعة الورق، في صناعة الكوسميتيك، في صناعة كذا، في صناعة كذا. الغطاء النباتي تاعنا مشى، لأن ولا واحد يستغله. والحلفة عندها هالظاهرة هذه، لما ما تستغلهاش تموت، قد ما تستغلها قد ما تكبر.
غطاء نباتي وزيد من المهمة الأساسية هي حماية التربة من الانجراف. فيه أمور أخرى، فيه الرخام، فيه الرخام، فيه البلاط، فيه كثير يعني المواد الأول الفلاحية كلها تتحول تاعنا إلى مشروبات، إلى عصير، إلى كذا، إلى كذا، إلى معجون، إلى معجون، بالإضافة إلى بالنسبة للحوم مثلا ممكن تحويلها، واللحوم تاعنا مطلوبة مطلوبة، لأن الغنم اللي عايشة في الهضاب ما عايشاش يعني بالانجلاسمون كما يقولوا، عايشة قيمتها الغذائية ما تصورهاش، ومطلوبة مطلوبة. نقدر العود لعواد نستورد، طلع حسابي باش نصدر بالعقل، ما نستوردش بالعقل، مازلنا نستورد في اللحوم. احنا عندنا ثروة تقدر ب 27 مليون رأس غنم، يعني لازم إعادة النظر في كل شيء. العملة الصعبة نخلوها في الأمور الضرورية تاع البلاد، أما الأكل تاعنا الحمد لله الفلاحين مرة أخرى فرصة هذه باش نزيد نشكرهم، تعبوا كذا، واليوم المردودية ظاهرة سواء في الفواكه سواء في الخضر ومختلف الخضر إلى آخره، إنتاج وافر تاعنا لازم التحويل تاعه. أنت سيادة الرئيس، إذا كان سمع عبد الوهاب ربما آخر سؤال في المحور الاقتصادي، أنت كنت يعني حتى قبل أن تصبح رئيسا كنت دائما تتكلم على تحط الأصبع على الجرح فيما يتعلق بالأشياء التي كانت تمنع الاقتصاد الوطني من الانطلاق، وكنت دائما تتكلم خاصة على السور فاكتوراسيون، المبالغة في الفوترة، على الأموال المتداولة في السوق الموازية، على النظام البنكي المترهل الذي لم يعد يواكب أدوات العصر ومقتضيات العصر. وكنت بعد أن انتخبت رئيسا كنت وعدت بوضع حد لهذه الأمراض، وين وصلت جهود مكافحة هذه الآفات، وما مدى تأثير الجهود التي بذلت على الأرقام اللي رانا نشاهدها اليوم تاع الاقتصاد الوطني؟ هو التغيير باش تنطلق من نظام إلى نظام آخر صعب، يتطلب وقت ويتطلب تكوين إطارات. القطاع الأساسي في الاقتصاد هو قطاع البنوك. البنوك لحد الآن رغم التغييرات ورغم كذا ما وجدش الضالة نتاعو بالنسبة لاقتصاد السوق، باقي كأنه شبابيك تاع الدولة. البنوك الخاصة طلبنا هو لحد الآن زيد من خلال هذا اللقاء الباب مفتوح لكل من يريد أن يخلق بنوك بالنسبة للمال هذا اللي راه مجمد، ديروا به بنوك إسلامية، ديروا به بنوك اللي حبيتوا، مونوا الاقتصاد منكم وإليكم بدون تحويلات قانونية، تغييرات قانونية والتغييرات بالنسبة للاقتصاد. باش نقول لك اليوم رقابة أحسن بالنسبة لتضييع الأموال سواء في الدينار ولا في نراقب بصفة أحسن، ولكن غير كافي. لازم تكون فيه بنوك تجارية بأتم المعنى. هو تهضر مع البنك يقول لك أنا وربما وغدوه نصبح في سين جيم وهذه، شكون يحاسبك لما أنت تعطي قرض للمستثمر ويرجع لك القرض نتاعك ومن بعد؟ والله المشكل يعني المشكل ربما في الضمانات، ضمانات يجيب ضمانات تاعو، يجيب ضمانات ربما فيه ديزاسيرونس، يعني جيب يجيب لاسيرونس دو رامبورسمون، مام ليزاسيرونس دوف جوي لو رول دون لانفستيسمون. إذا فيه قوانين وتصرفات اقتصادية في القطاع الخاص في الاستثمار اللي ما عندناش حنا اليوم، هذا اليوم سي كوم سي ديغيشي. تفضل. اذا لازم نغير البنوك تاعنا، لازم نفتح البنوك للخواص، لازم ولازم ولازم ولازم. واحد ما يقدرش في ظرف سنه ولا سنه ونص اقتصاد
اللي تبنى بتراكمات لمدة أكثر من 50 سنة تجي تغيره في ظرف سنة سنة ونص، هذه يستحيل. التصرفات حاليا ما زالت فيها الطابع نتاع التصرف الإداري بالنسبة للاقتصاد. الاقتصاد ما يبغيش الإدارة، الاقتصاد يبغي الحرية، الحرية تبغي النزاهة، سمعت؟ والنزاهة تجيب الاحترام. الاستيراد مثل ما قلت أغلب الناس كانوا يستوردوا نابورت كوا، مهم يستورد باش الفاتورة تضخم ويبقى الباقي تاع الفضاء، هذا هو أساس الاستيراد، ما عدا حاشا اللي ما يستاهلوش. اليوم الاستيراد من أجل الاستيراد ما كانش، وصلنا لظروف وين بإعاز من اللوبي هذا الحكومة أخذت قرار أنك مجرد ما دير طلب تاعك تاع استيراد المستورد يخلص قبل ما يبعث لك سلع دفعت فيها العملة الصعبة عمرها ما وصلت للجزائر، لما توصل حاويات فيها حجر فيها كذا فيها كذا فيها ديبنوي، ومازال مازالها موجودة. لا 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 خلاص خلاص، احنا اليوم فتنا مرحلة أخرى، السلعة تخلص لما توصل دومي تو دوسيلي، عندك لا دوميسيلي منين تجي السلعة وتجيب تاعك كلها أن السلعة طبقا للشيء اللي كان اللي طلبته تسدد البنك يسدد ما كاينش مشكل. لا لا المؤمن لا يبدأ من جحر مرتين، لكن ما استخلصش العبرة من الشيء اللي صار بنا. ميدان الاقتصاد صعب وفيه كثير من الجزائريين حتى لما يلاحظوا حتى داخل المنظمة هذه نتاع المقاولين يعني يجيبوا التجارب في دول أخرى، كل دولة ولها خصوصياتها. الاقتصاد الاقتصاد عمره ولا كان علم دقيق، علم اجتماعي، سي دي سيونس هيومان، لا سيونس ايكونوميك، لي سيونس ايكونوميك سي دي سيونس هيومان. حسب تصرفات كل شخص، السويدي ما يتصرفش كيما الاسباني، والاسباني ما يتصرفش كيما الهندي، والهندي ما يتصرفش كيما الجزائري، والجزائري ما يتصرفش كيما المصري الى اخره. يعني شاك بوبل ا سون جيني اي سون كومبورتمون، والاقتصاد راكز على هذه التصرفات. باش نبقاو دائما يعني في الجانب يعني السياسه السياسي، باش كان بديت باب السياسه، دائما خصومك يستعملوا قضيه سجون الراي كما نقول كحجه باش يقولوا باللي انت ما التزمتش يعني بما وعدت به فيما يخص حقوق الانسان وكل الحريات. ماذا تجيبون على هذا؟ انا نقول لك يقولوا واش حبوا يقولوا، اليوم اللسان سهل. اعتقد ان الدستور نتاعنا اللي هما كانوا ضده مر كمان، ما فيش دستور اللي كرس الحريات الفرديه والجماعيه مثل الدستور تاعنا. يكفيك اليوم باش دير حزب ديرو بالتصريح، باش دير جريده ديرها بالتصريح فقط، باش دير مسيره روح صرح ودير مسيرتك الى اخره الى اخره الى اخره. سجناء الراي دوك الانسان اللي يستغل الشبكه العنكبوتيه وسائل التواصل الاجتماعي ونهار كامل هو يسب ويجرح ويمس في شرف الناس ويمس في كذا، لما يفوت والقانون يعاقب على هالشيء يقول لك سجن الراي. وش من راي هذا؟ الراي اللي يسب عنده راي، اللي عنده راي هو انت تقول توري طريقه نتاع عمل هو يجيب لك طريقه مخالفه. معليش خلي الافكار تفوت والصندوق هو اللي يفريها بين البرامج تاع الناس. السب والشتم وهذه وراه وما عندناش سجناء الراي، ما عندنا حتى سجين راي. كاش واحد اللي قال انا الايديولوجيه نتاعي هي كذا وكذا وانا ضدها الايديولوجيه تاع دروك ولا هذه، ما كانش. في نفس الاتجاه سيد الرئيس، امرتم اعضاء المجلس الاعلى للامن في اجتماعي بمناسبه اجتماعي الاخير باستحداث قطب جزائي يتكفل ويتابع
الجرائم السيبرانية يعني الكريم سيبرنيتيك، هل ممكن من تفاصيل أكثر حول هذه الخطوة؟ يعني بلغ السيل الزوبة، بلغ السيل الزوبة، دوك ما عطيكش تعرف من هو من. في بعض الحسابات تاع فيسبوك ولا غيرها نفس الشيء كما اللي قلنا على الرسائل المجهولة، الرسائل المجهولة ضبطها فيه السيركولار منشور رئاسي اللي يمنع أي واحد كان في على كل المستويات شغلها بعين الاعتبار في فتح التحقيق، ممنوع. اللي حب يبلغ يبلغ، في 180 جريدة. دوك ما تدركش ورا الانونيما. دوك بالنسبة للريزو سوسيو سي لا ميم شوز، ماكش عارف ولا اجنبي ولا جزائري ولا عندنا وسائل. هو البريمي مينيستر مؤخرا داروا له اون باج فيسبوك افيك سا فوتو اكسيتيرا، كانت فيه محاولة حتى على الرئاسة. يعني يوميا ما كانش نهار اللي ماناش نوقفوا ناس نتاع اللي كانوا عايشين عايشين من هذا يبيع ويشري في السكنات وما عنده والو، هذا يبيع النفوذ، دوك نعينك كذا ونعينك كذا، لي زيسكرو وهاد لي زيسكرو موجودين حتى في الفيسبوك. ناس اللي تعيش فيه امراض، اللي عندهم امراض نفسيه حابين الشر للجزائر والجزائريين، ما يجيب لك غير الامور المشراره وما كانش. انت سي لا كاتريام جينيراسيون، سي لا غير كاتريام جينيراسيون، لا ديستابيليزاسيون دي بي ديستابي. اليوم بلاد اللي تغدى بالاشاعات سلامتها قليله، لان الاشاعات سلاح بين يدين من يريدون زعزعه استقرار الجزائر. فيه ناس اللي على نيتهم يكتبوا، فيه ناس اللي ما يدير ان تويت و فيديو ولا هذه، لكن تهمه هو تأم اخلاقه الله يسهل عند براسه. انت تجي تقول سبق ناخذ الكوفيد مثلا، اللي حوسوا يخلقوا الهلع على شي مكان، وناس ماتوا بالاكسجين بلا الاكسجين، وناس ماتوا هذه، واحد المستشفى قالوا ماتوا فيه زوج، درنا تحريات، واحد عنده افي سي ناريان افور الكوفيد، وواحد مات سكتة قلبية ناريان افور مع الاكسجين ولا مع الكوفيد. ابسوليمون سا سي لي ميدسان. فيه دي فيديو تاع دول اخرى مصورين الناس موتى مستفينهم في دولة افريقية، مستفينهم وقالها المستشفى الفلاني يعني وش عم باغي من هذا؟ اذا ولا تمس الامن القومي. سي بور سا كيورا ان بول ان بول اللي تقبض يلوم روحه برك. اليوم عندنا امكانيات باش نجيب لي زادريس اي بي لي بلو كومبليك، عندنا جبنا الوسائل تاعنا، والقطب هاد الوسائل راهي تحت تصرف القطب، يديرها في اقصى الشرق اقصى الغرب اقصى الجنوب اقصى كذا، يتحاسب هنا في القطب في العاصمه. هذا هو، ما بقاش الامور المس بالوحده الوطنيه والمس باستقرار البلاد ما نرحم حتى واحد. شهداء استشهدوا على هذا الوطن الغالي، وفيه ناس اللي استشهدوا في الواجب الوطني كذلك بعد الاستقلال، تجي اليوم تتلعب به حذاري. بما انكم تكلمتم عن امن البلد، انا اريد ان اتكلم على مؤسسه الجيش ككيان مش كافراد. الكثير من المحللين يعني النزعاء الوطنيين دائما يقولوا باللي مؤسسة الجيش هي ضمان الدولة الوطنية، ولكن في هذه الآونة الأخيرة هذه المؤسسة كانت محل انتقادات شرسة وحملات يعني دعائية للضرر، وهذا ظهر جليا في بعض الشعارات اللي كانت ترفع في يعني الأسابيع تاع الحراك المتتالية، وكذلك شفنا حتى بعض الخصوم تاعنا يعني في الخارج وحتى جيراننا. هو المراد من هذا سيادة الرئيس؟ لكن قلتها الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة، معروف الجيش ومش من اليوم، لأن بلاد ثورية
والجيش ثاني الجيش التحرير الوطني هو أساس، هو المحرر، هو الضامن ودستوريا وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان اللحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. لما تكون أزمة تاع ناس يبغوا يمسوا الوحدة الوطنية هذي ما يتصدى لهم إلا الجيش، هذه يعني ضامن وما يعرفوش الجيش الوطني الشعبي تاعنا، دبر جيش شعبي بأتم المعنى، ما هو جيش تاع عائلات مثل ما هو في بعض الدول ولا فده. ما هو جيش وطني بأتم المعنى، لأنه يمثل كل الجهات نتاع الوطن، يمثل كل الأطياف تاع الشعب. واليوم جيش متكون، اليوم باش تدخل شرشر سي ليسانس ماستر باش تولي في سلاح الدرك مثلا، البكالوريا خليك سوزوف باش تفوت ضابط لازمك لا ليسانس ولا الماستر، وكلهم شباب. انا قلت مؤخرا جنرالات في عمرهم 43 44 سنه، هما شادين الفكره نتاع قال ضباط وهذه وشدوا ما بغاوش يطلقوا، هذاك تعطير نتاع الجيش. الجيش تأقلم مع الوضع وتأقلم مع الجيش، ضحى بالنفس والنفس. وهادو اللي يقولوا شعارات مدنية مش عسكرية هما الناس اللي خداو طريحة من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوة في التسعينات، نفس الشعارات تاع التسعينيات تخرج دروك، ونفس الشعارات يكروها حركات أخرى في دول أخرى عربية، لأن التربصات اللي يديروها الانقلابية داروها في كينيا في السنغال في هادي في هادي، هذو هما الشعارات اللي تكسر بها الوحدة الوطنية في هالدول هذو. الجيش مقصود، لأن الجيش قوي، الجيش حامي الحدود. تتصور يعني الحدود نتاعنا بشساعتها لو كما فيه جيش قوي وجيش وطني بيعتمد المعنى، الباقي كل شعارات جوفاء باش يكسروا الجيش. والجزائريين انا نقول لك بنسبه 80 و90% مع الجيش قلبا وقالبا. فيه بعض الاقليات ما لقاش الضاله تاعها لانه واقف لها بالمرصاد سيتو. انت تكلمت سيد الرئيس على الجيش الوطني الشعبي، انا اعطتني فرصه باش ندير لا ترانزيسيون يعني الوضع الصحي تاع البلاد. كاين جيش اخر اللي هو الجيش الابيض. لا تسمح لي، الجيش الوطني الشعبي انا عرفته يوم ما درت الخدمه الوطنيه تاعي، درت عامين تاع الخدمه الوطنيه لابس اللبسه العسكريه ونقوم بالمهام العسكريه اللي الضباط السامين تاعنا عطاوها لي. لما تدخل داخل الجيش عائله، ماهوش جيش متسلط ولا جيش تاع كذا ولا ما فيش. اذن اعيد فاقول سيد الرئيس بانه كاين جيش اخر اللي هو الجيش الابيض واللي يواجه عدو اخر اللي هو الكوفيد 19، يعني كاين جهود الدوله وكاين جهود هذا الجيش الابيض وكاين جهود المواطنين اللي اثبتوا مره اخرى بمناسبه هذا الوباء البغيض بانه الجزائريين في كل مره ينتجون اشكالا جديده من اللحمه والوحده. يعني وش الرساله اللي توجهها سياده الرئيس لهذا الجيش الابيض وللمواطنين الذين هبوا لمساعده الدوله في مواجهه الوباء؟ اش نقول لك؟ شوف، قد ما نمجدهم ونبجلهم قليل بالنسبه لهم، لانهم كذلك عندهم وفيات وعمرهم ما تخلوا على المريض الجزائري ومستعدين. امس كنت نتبع في حصه، واحد قال احنا فينا اللي ضحوا
ومستعدين اليوم مستعدين للشهادة، لأن لمتنا على بال الوطن والمواطن أنا شهداء. يعني شيء واش نقول لكم ما تقدرش تعبر عليه. تضحية لم يضحوا بها الجيش الأبيض مثل ما يقال، سواء كان قائد يسوق الأمبيلانس ولا ممرض ولا ممرضة ولا طبيب ولا يعني من المفروض الوطن يعترف لهم بالجميل طول ما هو حي. ناس مضحيين، ناس عكس ناس اخرين اللي كنا نهضروا عليهم يحوسوا يكسروا في البلاد. هما علاش الجيش هذا حساس؟ إذا دخلوا الفشل ولا دخلوا كذا البلاد مشات، عارفينها ويقول لك أنا ما نفشلش. وكان واحد الوقت فات في 2020 علاش خدينا القوانين اللي تحميهم عمدا مسخرينهم من طرف ناس أجانب ومسخرينهم من أطراف باغي تكسر البلاد، يجوا يتعدوا جسديا على ممرض وعلى كذا باش يمل ويرمي ويمشي باش تخلي الكارثة، لأن كانوا يناديوا لنا بالكارثة مثل الدولة فلانية وفلانية وفلانية. درتهم تحت الحماية الشخصية تاعي، درنا لهم أسيرونس في لا قدر الله صار له حاجة بالأقل ولادو ما يعانيوش من بعده إلى آخره. ولكن كل هذا شيء قليل جدا. وعدتهم أيضا سيد رئيس إذا كان سمحت بمراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية. لازم نعاود نراجع القانون الأساسي نتاع الممرضين ونتاع الأطباء، ونعاود نراجع القانون نتاع الخدمة المدنية. هذه كل نلتزم بها. هل عندك مواعيد سيد الرئيس؟ نستنى رأيته ما يفرغه ويفرغ الوزير الصحة. راني طلبت منه بعدا بالنسبة للنقابات نتاعهم باش نبدو نراجعوا بعد المرتبات ونبدو نراجعوا القوانين الأساسية نتاعهم في أقرب وقت باش ما نخليهمش لعبة بالناس يحرضوهم، لأن باغيين شر البلاد باغيينش الخير للبلاد. أنا السيد المرتب تاعو غير كافي، أنا ندرسو من قلنا هو داير في نفس السياق. واحد ما ملع عليا انا باش نحي الضريبه على الناس اللي عندهم 3 ملايين واقل، واحد ما ملع عليا باش نطلع الحد الادنى للاجور. انا حاس بهذه، انا قلتها اول ما ترشحت باسم الشعب، الطبقه الوسطى والشباب. الطبقه الوسطى راها تعاني لازم من حتى ذوي الاحتياجات الخاصه. إيه لازم نرفع الاجور تاعهم، ولازم نشوف الوضعية الاجتماعية الحقيقية نتاعهم، ويستاهلوا وبرهنوا والوطن مدين لهم كثير من الأمور. في ناس اللي يحبوا الكاميرات ويحبوا كذا يستغلوا الجيش هذاك، الله يسامحهم وخلاص. تقول وما فشلوش رغم الضربات اللي جاوهم وهذه ما فشلوا، ما زالوا شادين. مثل ما نشكر حتى الشكر ما يكفيش، هاد الهبات التضامنية اللي من تكون أزمة يخرج ما هو جميل في الجزائري، ما هو أجمل شيء في الجزائري هو هاد روح التضامن، روح الوطنية العالية، روح التضحية بالنسبة لأخيه الجزائري. أنا قلتها في ظروف أخرى وقلتها من قلبي، من حاس بها مشي تأثر حتى في القرارات تاعك. لما وصلت بليدة للحالة اللي وصلت لها في البداية نهبت تضامنية، يجيك شاحنة هز المؤونة وهز المساعدة من الليزي من طمراسة من بشار، من يعني الجزائري واحد موحد رغم يحاولوا يفرقوا فيه بكذا وهذا. إذن الهبة التضامنية كذلك الجديدة اللي تتجدد مرارا وتكرارا، والهبة التضامنية نتاع المواطنين في الخارج، الجالية نتاعنا في الخارج، شاكر لهم الانتماء نتاعهم والتأكيد على الانتماء نتاعهم، وشاكر لهم المؤازرة لهم يهازروا بها خوتهم في داخل البلاد، وبرهنوا مرة أخرى بلي ماهوش منفصلين عن الوطن
كل واحد عنده ظروفه باش مشى الغربة، ولكن باقيين جزائريين حتى النخاء وشكر لهم. لا لا لا، هو ما تقومش ماديا، لأن ماديا الدولة راها في 3 ملايير دولار، ما يقارب 3 ملايير دولار اللي صرفناها في إطار الكوفيد هذا، مختلف الصيغ مساعدات وهذه وعتاد وكذا. ولكن جزائري اللي عايش في بلاد وعيشة صعبة في الخارج ماهيش سهلة، ويضحي بالشيء اللي ضحى به باش يبعث آلة ويبعث هذا، جزاه الله خير عن الوطن تاعو، هذا باش نقول له وشكر لهم هذه الهبة التضامنية. ربما هذه الموجة الثانية ولا الثالثة اللي هي بسبب صنف دلتا ربما طرحت قضية الأكسجين. قضية الأكسجين هل كانش فيه تخطيط، ولا هذا يعني هذه الحملة فاجأتنا ما كناش متحضرين لها، ولا ربما كان فيه سوء استعمال يعني حتى يعني الإمكانيات اللي كانت موجودة سابقا، يعني ما رأيكم في هذا يا سيد الرئيس؟ المشكل اللي خلى نوع من التذبذب مشكل تنظيمي فقط، مش مشكل إمكانيات. كنا مشينا منذ أسابيع وأسابيع وأسابيع ما تخطيناش العدد نتاع 300 عدوى يومية، وفجأة بدأت تطلع من إكسبونونسيال. الدلتا هذا مثل ما قلت للفيروس الكوفيد من نوع دلتا معدي جدا، مع الأسف كثير من الناس ما بغاش يفهموا باللي لازم تباعد، لازم الوقاية، لازم ماسك. ونشوفوا من خلال الاستجوابات في الشارع وغير الشارع يقول أنا ما نديروش، يدير لي حساسية، واحد يقول لك هذا، واحد يقول كذا، راك تجيب الموت، دخل الموت لدارك. الله 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 يطول في عمر والديك وخوتك وخواتك، ولكن ترك تأدي فيهم. دير الوسائل البدائية هذه، واش دير ماسك ودير وخلاص. يوقعوا فيه ربما مناسبة تاع فرح خلت ناس احتكاك في بعضها بعض بدون وقاية، بدون جت فجعة. كان في وسطهم ربما ناس اللي تمسوا، جت ربما الأفراح اللي قاموا بها، ربما هذه. لكن اليوم أنسي أدبتي، يعني تأقلمنا مع الوضع. فيه 90% كذب في الريزو سوسيو، الله لا يسامحهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يحوسوا يخلعوا الناس ويخلعوا الجزائريين، ويفرح لما يخلع انسان يفاجئه بهذه يفرح. هذا ناس مرضى، يروفيان دو لا بسيكياتري بوكو بلوس كو دي بول، سي دي مالاد مونتو. فتحنا في الفنادق، الجيش كذلك فتح الفندق تاع بن عكنون اللي كانوا خصوا للراحة نتاع، نفس الشيء فتحوا، ولكن لازم نفتح. مازال ما وصلناش للمستشفيات الميدانية تاع الجيش. بالنسبة للأكسجين صح، الأكسجين أقوى إنتاج كان في ورقلة، أصبح الغاز يمشي تصور من ورقلة باش يمشي لتيزي وزول، ولا من ورقلة باش يمشي بالعباس. إنتاج كامل تاعنا كان يساوي 350 ألف لتر، 360 تقريبا حسب التذبذب، كانش كافي. ما من بعد لما المستشفيات ضبطت نفوسها وحبسوا من استغلال الفوضوي الأكسجين، ولا كل مريض عنده الأكسجين تاعو، زدنا جبنا مصنعين صغار لصنع لإنتاج الأكسجين، واحد مشى للمستشفى تاع بلعباس، واحد مشى للمستشفى تاع باتنا، وراهم جايين 8 ولا 10 أخرين، من على 10 أيام أقصاها 15 يوم، لأن صبح يعني سلع نادرة كل الناس تطلبها. هذا هو المشكل، وراه كل الناس تطلب، حتى أوروبا طالبين هذا، ولكن بالتدخلات بالكذا كثير منهم يعطفوا على الجزائر، يعطفوا على يعني
الحمد لله يعني السمعه تاع الجزائر ما زالت ماشيه مليح. دونك باش المستشفيات البعيده، مستشفى تاع تمرست مثلا، مستشفى تاع اضرار، مستشفى تاع إليزي، ولا ممكن هذيك نزودهم بهذا المصانع البسيطه دي كونسنتراتور دو دوكسيجين دو دو دي زونيتي دو كونسنتراسيون دو فابريكاسيون دوكسيجين، بالاضافه الى المصنع تاع وهران. مصنع تاع وهران تاع بالطيوه، اي تاع بالطيوه، مصنع تاع وهران ينتج 110,000 لتر يوميا، يعني سي تقريبا الثلث تاع الانتاج الوطني. جاهز كامل، نستنوا في التقنيين يجوا باش يديروا التجارب الاولى، ومن بعد ينطلق في الانتاج، يولي يغطي كل الغرب الجزائري من وهران حتى حتى الباجي مختار بما فيه الجنوب. بعض المؤسسات كانت معطله وتم، كانت معطله، كان عارف كيف كانت ماشيه الامور، كانت عشان الامور معطله، تصور يعني حتى امور بيروقراطيه انا ذاك اليوم تعديناها. مهم مش قاش نزيد ندخل في التفاصيل، المهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعتقد ان من نهايه الاسبوع يكون دخل في الانتاج، بدايه الانتاج تاعه، بالاضافه الى الاستيراد. البارح جات اول باخره فيها 100,000 لتر، ورانا اون باسي كوموند بور 1,000,000 دو لتر، دونك تو لي دو تروا جور يجو 100,000 لتر دابوان. لما يدخل الانتاج ان شاء الله نتاع وهران، يدخل الانتاج نطلعوا 460,000 بلوس 100,000، هذه 500,000، احنا مش محتاجين 500,000. على ذكر، اذا كان سمح سيد الرئيس، على ذكر مصنع بالطيوة، كاين مصنع بالطيوة وكاين ايضا ما لازمش نغفلوا عليها ايضا، انه الجزائر ستدخل قريبا في انتاج سينوفاك الصيني وسبوتنيك الروسي. يعني هل الكوفيد دفعكم الى التفكير اليوم بجديه في ضمان الامن الصحي للجزائريين اللي يمر عبر التقليل او التقليص من التبعيه للخارج في انتاج هذه المواد الحيويه لصحه المواطنين؟ هو اساس قرار انشاء وزاره للصناعه الصيدلانيه. اليوم رانا ننتج ما يقارب 64% تاع الحاجيه تاعنا من ادويه، والبعض منها تصدر. احنا ما باش نوصل 100% يستحيل، لان في بعض الادويه كانت واحد ولا اثنين في العالم اللي يديرهم مخاوف. كاين مشكل تاع البروفي ايضا. احنا المهم اننا نوصل تغطيات تفوق 80% تاع حاجياتنا بالنسبه ونصنع مع افريقيا. لأن اليوم التلقيحات نتاع افريقيا وهذوك قادرين كل نصنعوها هنايا، خبراء افارقة كذلك. باش نفتح طلبنا من الاتحاد الافريقي باش المقر نتاع الاتحاد الافريقي فيما يخص الصيدلة يكون في الجزائر المقر ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا فيه خبراء يكون فيه. بالنسبة للكوفيد سبتمبر اخرتها اكتوبر ندخل في انتاج السينوفاك ان شاء الله. الامور ماشيه مليح. بالنسبه للسبوتنيك ربما حتى لاخر سنه، فيه تعقيدات اخرى، ولكن كذلك متفقين مع الاصدقاء الروس على اساس الانتاج تاعو هنا. في انتظار هذا فيه استيراد كل الاعداد نتاع الاستيراد تاع التلقيح الكافي. هل انتم راضون على وتيره التلقيح؟ ما نشر هذه اللي تثبت، هذه ما بين الاسباب. احنا رانا في جانفيي، من جانفيي لو كان مثلا في العاصمه كنا نلقح غير 5,000 في النهار، نضربها في 6 شهور. رانا وصلنا المناعة الجماعية. كنت أعطيت تعليمات الرئيس بضرورة المواطنين ما حبوش يلقحوا روحهم، يعني ماشي ما حبوش يلقحوا روحهم. أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك، جاي من دولة ما تبغيناش الخير،
قال لي دير الفاكسان غادي يموت، قال لي دير الفاكسان يفقد كذا، قال لي دير الفاكسان يصب العقم. ايه باش الجزائريين ما يديروش الفاكسان وتوقع كارثه صحيه. انا قال لي قال الناس اللي داروا الفاكسان، انا درت الفاكسان الحمد لله ما كان حتى ما يطرح حتى مشكل. باش توصل المناعه الجماعيه لا ليمينيتي كوليكتيف يخصك بالاقل 60 65% تاع الناس يكونوا متلقحين. شحال وصلنا اليوم؟ ما ناش رانا في ندور حول 20% تقريبا وطنيا. بالنسبه للعاصمه شويه اكثر، بالنسبه للعاصمه العاصمه لازم نوصل 2,500,000 مواطن. هل هو فيه اقبال يعني حسب المعلومات؟ فيه اقبال، فيه اقبال دروك يعني. شعروا الناس شعرت بالخطر والخطر والشعور بالخطر تغلب على الاشاعات. ولكن نقول لهم ما ديروش على الاشاعات، راهم العلماء نتاعنا في الدين صرحوا الفتاوى وهذا. واش انت تجي واحد يقول لك فيها راك عارف شكون هذا؟ راك عارف اولا لا كان من الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني عارف ولا كان كيف انت الكلام اللي يقولوا لك الناس الاطباء نتاعك هذا ما تديرش عليه ودير على فيسبوك واحد انونيم ماكش عارف وما باغي لكش الخير سي سير ما حب لكش الخير. الناس اللي تلقحوا واش صرا لهم؟ هذا هو. نتمنى هذه فرصه نداء الاخوات والاخوان المواطنات والمواطنين باش يكون تكون هبه قويه بالنسبه يمشوا للتلقيح. لان التلقيح اولا المشكل تاع الاكسجين هذا كاع ما يتطرحش، لان يعني حتى لو كان يحكم الكوفيد يحكمه بصفه خفيفه كومين غريب سيفير مي فابار كيلكو راركا. اي انت روح دير التلقيح تاعك ما فيش مشكل فينا. حتى نغلق ملف المسائل الداخليه، سيادة الرئيس سطرح عليك مشكلة المياه، إلى متى حل هذه الإشكالية النهائية بالرغم عن الإمكانيات؟ المشكل باش يتحل نهائيا ممكن جدا، وكان تحل نهائيا وكل المواطنات والمواطنين في المدن الكبرى أخص شاطئية وهران العاصمة وصلوا ل 100%. وهران مثلا اللي يعرف وهران يعرف باللي هذه 15 سنة كان الماء يجي مرة في الأسبوع. صح. سمعت؟ يعمروا لي بينوار، يعمروا جيريكان، يعمروا كذا، ومن بعد فاتت تقلصت إلى بعض الساعات في النهار، ومن بعد تقلصت للأشفنت كذا. العاصمة نفس الشيء، العاصمة هذه بتقريب 10 سنوات ولا أقل. كان الماء ما كانش. لما يجوا ضياف يدخلوا الفندق على 7 ولا 8 يبغي يغتسل يضرب يندوش ما كاينش الماء. الناس قاع داروا دي سيتر، داروا شوف قاع البنايات جدد فيهم سيتر. وصلنا من بعد الى حل نهائي 24، ربما بعض الانقطاعات للصيانه ولا في بعض الاحياء ولا 24. علاش؟ لان السد كان عامر، السدود كانت عامرة. اوكي كان جفاف. ويضاف لها تحلية مياه البحر. الجفاف هذا جفاف قاتل. تأثرت به الفلاحة وتأثر مش غير لينا احنا. الجفاف راه في شمال افريقيا كلها. اوروبا راه فيها بعض الدول عرفت لها تعرف الولايات المتحدة. إذن التغيرات المناخية خلات هذه الأمور هذه. باش تحل المشكل ما فيه لا عصا موسى ولا خاتم سيدنا سليمان ولا تقرر وتطبق في 10 سوايع. القرار خديناه، الشيء اللي ما ينشفش هو البحر. اذا قررنا باش تموين العاصمه يكون بنسبه 70% من تحليه مياه البحر. باش اون فالونسي دو ستاسيون دو فيها كاين تاع فوكا ندير 120,000 متر مكعب اعتقد، وفيه نديرو 3 تاع 300,000 است اي وست، الجي اس اي جي وست. 300,000 صفرة 6000 بلس 7000 يكفي لارجومون لا بوبيلاسيون.
وهكا السد ما ناخذ من السد الا 20%. السد حتى ولو النهار اللي نشوفه بلي لازم صيانه ناخذ من السد اكثر من تحتي، ولكن يكون عندنا بوتنسيالمون ما يكفي العاصمه، ما يكفي 6 ملايين نسمه. On tape sur 6 millions à peu près pour ne pas avoir des. وهران نفس الشيء. إذا المجلس الوزاري الأخير خدينا قرار نتاع انطلاقة فورية بالمحطات هذه تحلية المياه نتاع 300 ألف. شرق غرب وسط إن شاء الله. باش نتهنوا من يعني شيء قار. باقي المياه الجوفية نستعملوها مؤقتا، ولكن المياه الجوفية تاني ماشية مع الأمطار تتجدد بالأمطار. لما تكون سنوات تاع جفاف ما تتجددش وتاخذ منها وغدوة تصبح في حاجة أخرى. ولكن نطمئن استراتيجية نطمئن المواطنين باللي المشكل خادين وبعين الاعتبار، نطلبوا منهم شوية صبر ريتما هالمشاريع باش دير محطة تحلية تاع 300 ألف متر مكعب لازمها بالأقل شهرين 3 شهور حتى 5 شهور دراسة. نحاولوا نقلصوها نظرا للتجربة تاع اللي عندنا، قال زايد الإنجاز زايد باش تفوت في التجارب تما تفوت الإنتاج. نتمنى إن شاء الله باش من الصيف الجاي تكون في بداية حل إن شاء الله. إن شاء الله لكان ربي نعم علينا بالأمطار في الشتاء هذا أحسن. مشكلة لأن العاصمة شيء غريب ورقم غريب، وأنا رقم مانيش مستوعبه منطقيا، ما نستوعبش أن 4.5 ملايين نسمة يستهلكوا 1,250,000 متر مكعب يوميا. سي با نورمال، با نورمال. لما ناخذ 4.5 ملايين نسمة حتى 5 ملايين بالشي اللي مقرراته المنظمة الدولية للصحة الواماس على أساس 180 لتر لكل مواطن بما فيها الرضيع، توصل 650-680 ألف. وهذه 650-680 ألف متوفرة حاليا. واش تفسيرك لهذا الرقم سي الرئيس؟ هل هو التبذير؟ هل تبدير هو سوء تسيير؟ تبذير الخبز. انا نرمو 350 مليون دولار في العام الخبز، تبذير. واش تبذير من المواطن البسيط؟ المواطن البسيط ما يبدرش، تبذير. هذا عنده الجنان تاعو. هذا كان مئات محطات غسل السيارات في العاصمه، والمن تاعهم مدعم يخلص كيما المواطن. سي با فيه تبدير، فيه ضياع، فيه ضياع. هي جات شركه هذه سويس على اساس تجيب تقنيات وتجيب كان والو. باقي الضياع هذا تاع 1,500,000 معناه باللي كل مواطن راه يدي اكثر من دو تروفا فلوس. سي با نورمال. هذه علينا احنا ندرس وراه ضياع وراه ماشي، ولكن اون ميم طون نحل المشكل تاع المواطن. خليش نروحوا هو المواطن واش طالب؟ المواطن عارف الظروف، عارف ما يطلبش منك باش تجيب له النو. راه عارف بلي هذه امور تاع المولى عز وجل، عارف اللي فيه جاف. ولكن المواطن يقول لك قررتوا باللي بجراح يجيها الماء من 8 حتى ل 11، اعطوني الماء ابتداء من 8 وقصوا على 11 معليش ناخذ احتياطاتي. تقول لي انا يجيك على 8 بالجراح مع 12 عاد ما جانيش. سي با نورمال. البرمجه اللي ديرها وتفاهمنا مع والي العاصمه باش يتفاهم مع هذو الشركه هذه، البرمجه تحترمها حرفيا. اعطيته 5 سوايع من الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه تبدا العداد من الوقت اللي حقيقه باش يوصلوا الماء. وهو مثل هذا الشيء في وهران ولا في غير المدن الكبرى الاخرى. إذن شويه احترام الالتزامات. الالتزامات. روحوا للسياسه الخارجيه اذا كان سمحت سياده الرئيس. كل المتابعين يجمعون اليوم
على انه كملتوا مع سي لالا يقولي اذا كان عبد الوهاب عنده شيء. لا لا ما كان لا لا يبدو لي ملف السياسه الخارجيه ايضا لا يعني عن باقي الملفات. قلت لك سيادة الرئيس كثير من او اغلب المتتبعين يجمعون اليوم على العوده القويه للدبلوماسيه الجزائريه على مسرح الاحداث الدوليه بدليل الزيارات الاخيره لوزير خارجيتكم الجديد سيد رمضان العمامره، تدخل الجزائر في ملفات لا تعنينا ربما بشكل مباشر، بالاضافه الى تضاعف نشاط الجزائر في الملفات التي تعنينا، الملف الليبي، مساعده الاشقاء في تونس على تجاوز الازمه وغيرها من الملفات. هل يمكن ان نقول سياده الرئيس بان الدبلوماسيه الجزائريه اليوم انتقلت من حاله الدفاع اللي عرفتها سنوات طويله الى حاله الهجوم؟ باش نستعمل مصطلح رياضي ينسحب. لا ما نقول، انا نقول لا دفاع ولا هجوم، رجعت لمكانها الحقيقي. هو في التسعينيات، قبل التسعينيات كانت الجزائر تتكلم باسم تولد البشرية. كنا من عالم الانحياز، كنا من الدولة الرائدة. وكلمتنا في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة كلمتنا هي اللي تفوت. وبكلمتنا اللي دخلنا الصين في الأمم المتحدة، وبكلمتنا اللي طردنا الأبارتايد، وبكلمتنا. وقع فيه تقهقر. من بعد. أولا من طرف الناس اللي ما يحبوش الصوت المرتفع تاع الجزائر، ما حبيش المكانة. للتذكير فقط، في 1994 القرن الماضي، الولايات المتحدة في دراساتهم استراتيجية استخلصوا أن إفريقيا كلها فيها ثلاث دول محورية، لي بيي بيفو، لي أطرو، الجزائر، جنوب إفريقيا ونيجيريا، هذو هما. كان صح على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، وعلى مستوى كانت الأصوات تاع هذو ثلاث دول هي الفاعلة. من بعد زدنا تقهقرنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم الجزائر رجعت لمكانتها الحقيقية. أنا لما تنقلت لأديس أبيبا كل الرؤساء أصدقاء بالأخص الأصدقاء نتاعي يقول لك وينكم؟ الغياب تاع الجزائر أهلكنا، رانا نسينا ضحية للتيار الفلاني والتيار الفلاني والتيار الفلاني، طالبين من العودة تاع الجزائر. أنا تفاجأت صراحة. وكنا بدينا احنا في استرجاع المكانة تاع الجزائر. كيف المشاكل في ليبيا؟ جيران نسوبية بيناتنا وأنا ساكت. الدبلوماسية الجزائرية متقوقعة على نفسها، غير مقبول هذه الأمور. هذه قضية الصحراء دفنت، قضية كذا قضية كذا. اليوم الأفارقة، كل أفارقة طالبين باش الجزائر تلعب الدور تاعها، حتى ولو كان فيه بعض الجزائريين ما مأمنينش بالقوة تاع قوة التأثير تاع الجزائر، أجانب معترفين بها. أجانب بينهم شيء طبيعي باش الجزائر لها نفوذ ولها كذا ولها كذا ولها كذا. إذن رجعنا للملفات الحقيقية اللي لازم تكلفوا بها، ملف ليبيا، ملف الصحراء الغربية، ملف الفلسطيني، ملف الوحدة للاتحاد الإفريقي، ملف وملف وملف وملف. وضع أصبحنا في وضع طبيعي تاعنا. احنا طالبين ومن البداية في الحقيقة النزاع تاع أشقائنا المصريين وأشقائنا السودانيين وأشقائنا الإثيوبيين باش ما يوصلوش ما يعرف بملف أزمة سد النهضة. سد النهضة باش ما يوصلوش الأزمة اللي تؤدي بهم إلى أمور ساخنة. لأن كل أحبابنا وإفريقيا محتاجتهم في ثلاثة، وكل واحد عنده الحق في الكلام اللي يقوله. إذا باقي المنطق والعقل هو اللي يلقي بيناتهم.
والمبادره جزائريه 100% ما ملها علينا حتى واحد. حسيتوا تجاوب سيادة؟ في تجاوب كبير كبير جدا. تجاوب لما تنقل سي العمامره، انا كنت هضرت مع رئيس جنوب اثيوبيا والوزير الاول، هو زاد تلاقى بهم، يعني بالنسبه لهم الجزائر فيكم وافريقيا فيكم، عندهم قيمه الجزائر ما تصورهاش. اشقاء في السودان من زمان قراب لك تما، وحتى الشباب تاعنا يعرفوا السودان ومشاكل السودان من خلال ام درمان. اشقاء المصريين نفس الشيء، تقبلوا بكل صدر راح، بالاخص ان مجلس الامن ما فصلش، مجلس الامن رجع مشكل سد النهضه الى الاتحاد الافريقي. يعني الوساطه الجزائريه لن تتوقف؟ ابدا ابدا، وان شاء الله ننجحوا فيها. انا متحقق باللي ننجحوا فيها، ننجحوا فيها لان كما يقول فيها معنا فيها لا جمل لا ناقة، ما عدا الاخوه واستقرار افريقيا وعوده افريقيا في المحافل الدوليه. نرجع سياده الرئيس للمنطقه، ولا سيما علاقتنا مع الجار الغربي. ملك المغرب في خطابه الاخير بمناسبه العرش يقول انا مستعد باش نمد اليد للجزائريين، يعني ما تحليلكم؟ والله تحليل المتراجع سيادة الرئيس بعد الضغوط الجزائريه، ما تفاصيل بالنسبه لنا احنا ما كانش فيه استجابه للمشكل الظرفي الحالي اللي عايشينه فيه. دبلوماسي مغربي صرح بامور خطيره جدا، سحبنا على اساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا الى ابعد، ما جاناش الجواب. اللي هو سفير المغرب في الامم المتحده، ما نعلقش اكثر من هذا الشيء. هما خلقوا شغل نوع من التوازن، التوازن تاعش توازن في القضيه زعما الصحراء الغربيه. الصحراء الغربية قلناها، مش أنا قولها، قولها كاع الناس تقول فيها بما فيها الولايات المتحدة. الصحراء الغرب قضية الصحراء الغربية راها بين يدين الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. احنا نوسوم دي زوبسيرفاتور نزاهة فقط بارابول زوبسيرفاتور. اون بيدي نعاونوهم باش يحلوا المشكل، وحنا مستعدين حتى إذا كان فيه لقاء بيناتهم هنا في الجزائر مرحبا بهم، ونديروا كل إمكانية تاع الجزائر باش المشكل هذا يتحل بيناتهم، ولكن برضا الجميع. خرجت أنا على الصحراء وقرار لي يخصهم، هما يحلوا مشاكلهم في بعضهم بعض. الجارة الغربية الجارة الشرقية رئيس تونس تعيش أزمة سياسية خانقة، وكان على ما أعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أول من اتصل به هو الرئيس الجزائري. الجزائر تتعامل ربما بحذر مع هذا الملف، يعني ما قراءتكم لما تعيشه تونس اليوم، وما مدى استعداد الجزائر لتقديم المساعدة للإخوة التونسيين من أجل تجاوز هذه الأزمة السياسية الخانقة؟ أهوش بحذر، أولا هذا من طبع الجزائري كفرد ولا كوطن، ما نحبوش اللي يدخل لنا في مشاكلنا الداخلية. تن ما نقدرش أنا ندخل في مشاكل الداخلية نتاع شقيق تونس، شقيقة تونس أولا. ثانيا يد المساعدة ممدودة لشقيقة تونس في السراء وفي الضراء، وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء، وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط، ما يضغط عليها حتى واحد، وإحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. سيبوا حل بيناتهم ومهما ماشيين للحل، ويكون في حل بالنسبه للامور الداخليه تاعهم، ولكن تبقى امور داخليه. الشيء الازمه اللي عرفتها تونس ربما في لان اختارت نظام ما يتمشاش مع التكوين تاع العالم الثالث بصفه عامه وهذه، ولكن تبقى امور داخليه. انا ما نبوحش بالشيء اللي قاله لي خويا قيس، وما نفرض عليه حتى شيء. وهو بلغني شي امور، الله يكون معاه والله يكون مع تونس، وحنا مع تونس في كل احوال، ما نضغط عليهم ما
قادرين ينجيني تونيزيان سون كاباب دو تروفي دي سوليسيون بعضهم بعض ان شاء الله. ان شاء الله دائما الجار الشرقي ليبيا. ليبيا حسينا يعني فطور لا حسينا فيه ثقه تاع الليبيين في الجزائر لحل الازمه تاعهم. يا ما متفق معاك ليبيا هما الليبيين كل يقولوها الاخ دبيبه ولا الاخ المنفي رئيس المنفي من اللي استقبلناهم كل يعني يحسوا بنوع من الارتياح لما يجوا الجزائر. ما كان خلفيات ما كان كذا ما كان وعارفين باللي الجزائر سند لهم في كل الظروف والبلد الوحيد اللي ما عنده حتى أطماع والبلد الوحيد لما يدخل بين طرفين باش يفض نزاع يصرف من عنده ما ياخدش. احنا هذا طبعنا طبعنا البساطة تفاتين هو احنا شيء في البداية دخلنا كانت بال الناس فيه نوع من العنف اللفظي ولا باش دخلنا في المشكلة الليبي حتى وصلنا لبرلين كشريك بالنسبة له. من بعد ولينا نطالبوا بالواقع. الواقع هو أن تعيينات هذه مليحة ربما في ظرف ولكن ما تديش بعيد. لازم شرعية تجيب الصندوق بالانتخابات باش تعرف من هو من، من هو مساند من طرف من إلى آخره. هذه النهاية الأمم المتحدة قرروا هذا الشيء. قرروا أن الانتخابات تكون من نهاية السنة انتخابات تشريعية ورئاسية. هل في تفاؤل يعني بالرغم من تخفيض بعض الإخوان تدخلات أجنبية؟ فيه اللي متفائلين وفيه اللي مشكين في الظرف وفي الإمكانيات ولكن بصفة عامة قابلين مبدأ نتاع الانتخابات. حتى بالنسبة للإخوان في طرابلس ولا الإخوان في بنغازي ولا متفقين فيه بيصير بالطبع بلاد راه في 10 سنين في الفوضى وناس ركزوا على مصالحهم في من خلال هذه الفوضى هذه باش يتخلوا صباح مساء على مصالحهم مش سهل. سهل راه في قوات أجنبية تواجدة في تواجدة في ليبيا شكون يخرجها؟ هل تخرج ولا ما تخرج؟ هل تندر الانتخابات بهم ولا بلا بهم؟ هل 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 الأمور هذه اللي نتحدث فيها تتوضح. أعتقد أن من بعد يكون فيه اتصال بين وزير الخارجية نتاعنا وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الروسي باش نحاولوا نصيبوا إن شاء الله حلول اللي ترضي الشعب الليبي. هو أولا اللي راه يعاني هو الشعب الليبي ماهوش. نروحوا من غرب للشرق إلى الجنوب. ربما سؤال أخير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية إذا كان سمح عبد الوهاب جاكون. فرنسا تعهدت مؤخرا بقرب أو أعلنت قرب انسحابها من منطقة الساحل. ألا تخشون سيادة الرئيس أن يشكل ذلك عبئا آخر على الدولة الجزائرية عموما وعلى الجيش الجزائري بصفة خاصة من أجل تأمين المنطقة لأنه تأمين الحدود الجنوبية للجزائر يمر حتما بتأمين هذه المنطقة وليس في المنطقة دولة أخرى بحجم الجزائر بإمكانها أن تلعب هذا الدور؟ هو نستخلص ضمنيا من السؤال تاعك أنهم مشادين علينا مشادين علينا والو. عندهم سياستهم هم قايمين بها احنا عندنا سياستنا والامن تاعنا احنا قادرين ندافع على الامن تاعنا مهما كانت الظروف ومهما كانت الامكانيات وعارفينها. ماني محمي لا من القوه الفلانيه ولا قوه فلانيه قوه فلانيه. الى انسحبوا ما ربما يغيروا نوعا ما التكتيك في المواجهه تاع الارهاب داك شغلهم. ورانا كل حال باتصال يومي مع بعض فيما يخص محاربة الإرهاب لأن الجزائر ملتزمة مع كل الدول الأوروبية والغربية والدول الشقيقة والصديقة أننا نساعدهم ونسول في محاربة الإرهاب وينما كان. الباقي داك شغل داخلي تاع بالنسبة لهم. احنا
الجزائر مع الأشقاء الماليين متيقنين أن الحل يبدأ من اتفاق الجزائر لزاكور دالجي. ذاك هو الأساس اللي يطفي النار ويخلي الجنوب والشمال متعايشين مع بعض في دولة واحدة موحدة، شعب واحد وتراب واحد، غيرها سي لافونتير. باش نقدر نجاوب سؤال آخر لا ما بقاش يعني نختمو إذا كان سمعت سيادة الرئيس بالنوت يعني سبورتيف يعني دو بدنا نعرفوك سيادة الرئيس بلي تحب بزاف الرياضة عموما وكرة القدم بصفة خاصة. يحتفل مناصرو مولودية الجزائر اللي هو أحد أعرق الأندية ليس فقط في الجزائر ولكن في إفريقيا والوطن العربي بالذكرى المئوية لتأسيسه، سوني باريا بالذكرى المئوية لتأسيسه. يعني واش الرسالة اللي توجهها للنادي كنادي والمناصرين تاع النادي الذين يحسبون بالملايين في داخل الوطن وخارج الوطن؟ صح صح، هو المولودية ما فيه جزائري ما يقدرش المولودية، لأنه أولا مرتبطة بالثورة، مرتبطة بتاريخ المقاومة، مرتبطة بكثير من الأمور. المولودية الإنشاء نتاعها كان في 7 أوت 1921 من القرن الماضي، طرف المرحوم عبد الرحمن عوف. مهم مولودية لا من المسيرين تاعها ولا من المشجعين ولا قوافل تاع شهداء، خلقوا المولودية باش يقاوموا الأجنبي، لأن أغلب الفرق اللي كانت موجودة تاع فرنساوية تاع استعمار، هما خلقوا فريق مسلم. عندك الوقت كنا نحاربوا بمسلم وغير مسلم. 7 أوت 21 صادف المولد النبوي، إذن فيه إضافة سموها المولودية انتماء للمولد النبوي الشريف. 56 توقفوا لأن الأمر من جبهة ذاك الوقت باش كل الفرق هذه توقفوا. بعد الاستقلال كان لهم يستاهلوا كل خير، ونبارك لهم مبروك المئوية، وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار أكثر. إيه لما تحتفل بعيد ميلادك لازم هدية. هدية إن شاء الله. أنا قررت باش نخلي لهم الملعب نتاع دويرة نخليه تحت سير. وهذه أجمل هدية باش ما يبقوش SDF. المقر تاعهم الملعب نتاعهم الملعب تاع دويرة يسيروا كيما حبوا، الملكية تبقى للدولة ولكن التسيير تاعو لوزيفروي كيما يقولوا تبقى للمولودية، ومبروك عليهم ويستاهلوا. هذه يعني أحسن هدية ممكن تقدم لنادي بحجم مولودية الجزائر بهذه المناسبة، يعني باسم إذا كان سمحت لنفسي لأنه أنا مناصر تاع المولودية. بصحتك. باسم المناصرين تاع المولودية نتوجه لكم بخالص الشكر، كما نشكركم مرة أخرى سيادة الرئيس على حسن الاستضافة. نتمنى أن نكون أنا وزميلي عبد الوهاب جاكون قد ألممنا بكل القضايا المطروحة للنقاش. قبل أن نودعكم سيادة الرئيس على أمل اللقاء بكم في مواعيد إعلامية أخرى نتمناها قريبة إن شاء الله، أردت أن أشهد بأن التحضير لهذا اللقاء تم وفق كل ما تقتضيه قواعد مهنة، فلا الأسئلة أمليت ولا المحاورة فرضت ولا الرقابة مرست. نشكركم سيادة الرئيس على سعة الصدر، كما نشكر السيدات والسادة المشاهدين على كرم الإصغاء وحسن المتابعة. إذا كان عندك كلمة أخيرة تقولها الرأي العام سيادة الرئيس أفسح لكم المجال فتفضلوا. الرأي العام أنا أقول لهم ما هوش مجرد كلام ولا ديماغوجية، أنا في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا المواطنة والمواطن. حلوا عينيكم، الجزائر كل الناس كبرتها ما تصغروهاش، توما تصغروهاش، وردوا بالكم من الناس اللي تملي عليكم من وراء الستار، بالاقل عرف وجه الانسان اللي راه يوجه فيك. ها كلها هاك الوقت راه صعب، هذه يسموها الحرب الجيل الرابع،
كيفاش طيح بلاد ببلادها بالإشاعات وبكذا وكذا. حذاري حذاري حذاري. ونتمنى كل خير للوطن تاعنا إن شاء الله، وإن شاء الله السؤدد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. العالم كله إفريقيا عربيا متوسطيا يعتبروا الجزائر قوة جهوية، بيسانس ريجيونال، يخص ولادها يكونوا كذلك متقنين بهذا الشيء. هو كل مشاكل تاع المواطن حنا متصدين لها، ويوميا يوميا يوميا شغلنا الشاغل هو مشاكل المواطن، سواء الماء سواء النقل سواء هذه سواء الكوفيد سواء كذا. احنا هذا هو، ومش العاصمه فقط، مش العاصمه، المشكل تاع ميلا مشكلنا، مشكل تاع الجيجل مشكلنا، مشكل تاع قسنطينه مشكلنا، مشكل تاع باتنا تاع خنشله. دار على هذا الاساس ان نغتنم هذا الميسه، يعني الظرف اللي خلانا ربما ماديا او ماليا رانا احسن من 2020 ان شاء الله، باش ربما من على شهر شهرين ننطلق في برامج خاصه لبعض الولايات، بعض الولايات اللي عانت كثير من العزله وعانت كثير، وما هوش مجرد كلام، يكون فيه برنامج ربما الخنشله، يكون فيه برنامج بالنسبه ل الجنوب، الولايات الجنوبية، يكون فيه برامج بالنسبة للولايات على الهضاب، هضاب من سواء كان نعامة، البيض، جلفة، لغواط، برج، بسيلة، نحاولوا كيفاش نخففوا عليهم. احنا طرقنا برنامج تاع مناطق الظل، لازم نفوت إلى برامج أخرى اللي تكمل الاستثمار اللي يتجاوب مع الحاجيات نتاع المواطن. وما نقض السؤال، هل يعني درتوا حوصله يعني تاع نديروا حوصله في نهايه السنه؟ نديروا حوصله، فيه تحسن كثير، فيه تحسن كثير، فيه كثير 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 من القرى اللي ما كانش تحلم خلاص لا بالكهرباء ولا بالماء ولا بالنقل المدرسي ولا بالماء. الحمد لله الحمد لله، اليوم ولو جزائريين كاملين الحقوق مثلهم مثل الجزائر الاخرى. الحمد لله ان شاء الله. وهادو راهم 8.5 ملايين، الله يبارك، هادو يقدسوا الجزائر ويمجدوا الجزائر، مش رئيسها، الجزائر. شكرا لكم، عايش كسياده، وفرصه اخرى ان شاء الله. امين.